ندى عفيفي دي من الابطال العرض، قالت انك كنت بتنسي الجمل وهي كانت بتحاول تنقذ الموقف، فانت حضرتك ضربتيها بعصايا لا 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 قدام الجمهور، هي قلت لها كتك القرف ما تجيش على جملي تاني. لا لا يعني ايه انسى الجمل؟ يعني 44 ليله عرض هي كتبت كده، هي تكتب اللي هي عايزاه. هي اول مره تشترك في عمل؟ انا بصي انا ما كنت انا مش عارفه، انا ما اعرفش اسمائهم لاني بندهلهم باسماء الشخصيات اللي جوه العمل. كنت بخش المسرح ستاره في بيت تحت 9، انا بروح 6 6:30 اخش اوضتي، عندي طقوس بتاعتي، ابقى هاديه ريلاكس، اغير فستان الدخله دي، اغير بس هو نفس الشكل بس فستان تاني بلون تاني، بس نفس الحاجه بتاعه الشخصيه، لان انا كنت بعمل 3 مراحل، مش حابه ابقى بتاعه النهارده هي اللي كانت بتمثل امبارح وبتقول نفس الكلام. اي نعم بقول نفس الكلام وملتزمه بيه ونفس الحوار، انما انا احس ان انا لا انا النهارده طالعه جديده بتجودي، لا انا في هدومي في هدوم الشخصيه، فانا مش عارفه مين ندى عفيفي. طيب انا ضربتها وقلت لها كتك القرف ما تجيش على جملي تاني، ده على خشبه المسرح. لا لا لا، وسبتي العرض شغال وخرجتي كي كتبت. لا يمكن، يبقى انا مش محترمه الجمهور اللي جاي لي، لان الجمهور جاي على اسم الست دي واسم المسرح القومي واسم الاستاذ العظيم عبد الحميد جوده. حصلش حاجه زي كده؟ لا طبعا. طب ليه كتبت كده؟ لا نسالها هي. انت فنانه كبيره، مش ممكن فنانه صغيره تكتب كلام؟ انا عندي سؤال بسيط قوي عشان نخلص من الموضوع المزعج ده، لانه انا لما تعبت وهاب فهمي تعب كلمت معالي وزيره الثقافه ومشكوره وكل سنه وهي طيبه، قالت لي ابعتي لي شكوى في ايدي. في ايدي، وده حصل، والشكوى راحت النيابه الاداريه لان هم موظفين وموظفات تبع الحكومه وتبع المسرح القومي، انا مش موظفه. اوكي ده ما يعبهمش، انما علشان يبقى في شكوى ضد حد موظف لازم الشؤون الاداريه هي اللي تحقق معاها، النيابه الاداريه اللي تحقق معاها وحققوا معاهم. وحصل ايه في التحقيق؟ ما رجعتش انا اشوف ايه اللي حصل. يعني لازم المحامي، بس معلوماتي ان هم قالوا لا ما فيش حاجه بيننا وبين مدام لوسي، احنا كنا خايفين وشدت اعصاب، وكنا ساعات احنا اللي بننسى هم او حد منهم، واحنا بنحبها قوي الله وبنكن لها كل احترام. يا سلام، لان انا بكن لهم كل احترام. بصي انا تقريبا بقالي 30 سنه في المهنه، تسالي الدكتور اشرف زكي فنانه لوسي عندها شكوى من اي نوع من اي زملاء؟ انا اشتغلت مع اساتذه. عمرك ما حصل بينك وبين اي حد من الزملاء مشاكل زي كده؟ حتى لو لا خالص، انا ما عنديش مشكله، انا ضد عدم الاحترام للمكان اللي انت بتشتغلي فيه. بس يبقى السؤال، ليه ندى عملت كده؟ وليه تكتب على الفيسبوك وبعدين تروح اوضه مقفوله تقول لا ده ما حصلش، وفي الورق يتكتب انه الورق رسمي؟ لا هي غريبه. لا كمان 5 اقلام. قالوا 5 اقلام بدل قلم واحد. استني بقى، ايه حكايه 5 اقلام اللي هي بتعمل؟ وقلتي ان ده اللي مكتوب في المشهد؟ لا 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 يا حقير. لا لا الايه قلتي له؟ ده اللي مكتوب في المشهد يا حقير. لا 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 بصي، ده كتب يعني. أنا لو قلت حاجة هو حسبني ربنا. هم بشر وهم اللي بيكسبوا، ومش عايزة أغلط في حد، لأن من عادتي وطبيعتي اللي بيقول لي حاجة غلط ببص له كده وبسيب ربنا ياخد حقي. المشهد بيقول ده مش ضعف، ده احترام ليا.
المشهد كان بيقول انه مفروض كم قلم. لا مش ليهم خالص، مش ليها خالص. لا للممثل. الممثل قلم عشان بيقول انت ست خاينة، النص بيقول كده. طب وانت اديتي له واحد ولا خمسة؟ طيب انا اديته التاني، الاولاني والتاني، سكت على التالت والرابع والخامس ليه؟ بلاش. ليه ما خدش بعضه وراح عمل زي ما انا عملت؟ اشتكاني. بلاش. ليه ما خدش بعضه وراح عملي محضر ان انا تعديت عليه؟ بلاش. ليه ما خدش بعضه وكلم السيد مدير المسرح القومي وهو كان عارف هما بيعملوا ايه وريقه ناشف معاهم؟ يعني شباب صغيرين بقوا فرحانين بالنجاح، واقفين قدامك مبسوطين بتديهم حقهم، بحييهم بحييهم. الألم كان جامد فسخن، ما قدرش يستحمل. بص يا دكتورة، أنا صباعي ده اتكسر، قعدت حاجة و30 عرض متجبسة، فالألم بضربه بالشمال، فيجي هنا بقى يجي هنا ما يجيش هنا، بس ألم بتاع حد بروفيشنال بيعرف بيضرب ازاي. انا اتضربت قبل كده اتكسرت. ألم تمثيل مش ألم حقيقي. طبعا ما انت لازم انت وانت بتتفرجي وانت خدتيه قبل كده ودخلتي المستشفى. اتكسر لي ده اتعمل اوريكي الخبر بتاعه و40 نزلها الاستاذ توفيق عبد الحميد عمل فيها ايه؟ بالظبط ده هنا الفاتحه مسلسل كناريا وشركاء. بالظبط نزل ودخلتي المستشفى. ايوه وغيبوبه و... بعد ما عاد الالم 3 مرات. بس انا عايزه اقول لحضرتك، انا مذكراكي ازاي؟ طبعا كله موسط. عايزه اقول لحضرتك حاجه بمنتهى البساطه، من قلبي بجد، انا ما اعرفش مين اللي كان بيتكلم ده، ده مش موجود اصلا معانا، بس انا عايزه اقول لكل الشباب والشابات اللي اشتغلوا معايا واللي اشتغلت معاهم، انا بحبهم وبحترمهم وهم ناس كويسين، وانا بحبهم وخايفه ان يعملوا كده تاني وما يطلعوش ويكبروا زي ما انا كنت شايفاهم ان هم هيكبروا قوي، وانا بحبهم، ولو صدر منهم حاجه ليا انا مسامحاهم، ولو صدر مني انا اي حاجه بحقهم انا بتاسف. ما بيعتذرش وبيعترف بالخطا الا الكبير. ده